الرأس محمد البوسيفي والمعد البدني عبد الرحمن العويتي. يحلي المدرب التونسي كمال الزعيم صافرة البداية مع فريق أبو سليم، مساعد مدرب فريق السوحلي رياض الشريف، مدرب الحراس هشام بن موسى، معد بدني قيس الشجراني، والإداري أحمد بيك. إذن الهجوم لفريق السوحلي ومحاولة أولى ولكن الكرة مقطوعة في المنتصف، المعتصم بوشناف في الناحية اليسرى، انطلاقة لفريق أبو سليم اللي يلبس الغلال الصفراء والزرقاء في محاولة المرور والكرة العرضية وخارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أنس كحول أمام هذه الكرة. أنس يلعب الكرة وإبعاد، إبعاد من دفاع أبو سليم. محمد القاضي يمر، القاضي والعرضية وشنينة يخرج، شنينة تبقى الكرة، أنس كحول انطلاقة فرج كوبا، فرج كوبا والعرضية وإبعاد الكرة من حسام بنينة. منقوش اللاعب يمتاز بمهارة كبيرة، ومرة لأنس مرة أخرى، أنس داخل منطقة الجزاء وفرصة الأول تضيع. شوف لقطة الإعادة وحاول فيها الصغير الكانوني رضا عطية اللي حط رحال هذا الموسم مع فريق أبو سليم. صغير أو صغير الكانوني، صغير الكانوني الكرة لفريق السوحلي تبقى يتركها خطيرة والتسديدة والحارس في تنفيذ الركلة الركنية. أنس يلعب الكرة داخل المنطقة والمتابعة منقوشة، جول 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 رائع. الهدف جميل جدا من محمد المنقوش، المنقوش يضع السوحلي في المقدمة، هدف وتسديدة ولا أروع من محمد المنقوش. لقطة الإعادة والتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من محمد المنقوش، والإعادة من زاوية أخرى، قوة التسديد لم يفكر كثيرا، سدد مباشرة. الكانون يتقدم بالكرة يلعبها في الناحية اليمنى وفرصة الثانية وتسديدة بعيدة لجدور سيف، سيف جدور والتسديدة وعلي شنينة. ما فيش صعوبة في التقاط هذه الكرة، كرة عالية وانطلاقة من الناحية اليمنى وخطأ، خطأ خطأ، فرصة الثاني، فرصة الثاني للسوحلي، والثاني الثاني 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 لفريق السوحلي، يفعلها في راس الشليق ويضيف الثاني بعد خطأ فادح من دفاع فريق أبو سليم. السوحلي يتقدم في النتيجة من جديد. الشوط الثاني تصبح النتيجة 2-0 لمصلحة فريق السوحلي بعد استغلال هذا الخطأ الفادح من دفاع فريق أبو سليم، ويجد نفسه وجها لوجه مع الحارس ويضع الكرة بكل أريحية في شباك أبو سليم، وخطأ كان من المدافع سيف جدور، التمريرة كانت خاطئة، ويستغل الفرصة فراج الشليق لا يضيعها، يسجل الهدف الثاني لفريق السوحلي. بل في مباريات السابقة هدفين، فرصة أخرى للسوحلي، الكانوني الكانوني والتسديدة تمر، تمر تسديدة الصغير الكانوني أمام المرمى، مرمى معاذ المنصوري، وكرة خطيرة على يمين الحارس علي شنينة. القجدار أمام هذه الكرة، على القجدار الصافرة تاتي والتسديدة وتصدم بحائط صد، تبقى الخطورة وإبعاد الكرة من عبد الرحيم التركي. سيف وجدور أمام المنطقة، الكرة لفريق السوحلي، عبد الرحيم التريكي يلعب الكرة خارج أرضية الملعب. الثاني لا تزال متبقية، وحوار للطاقم التدريبي رضا عطية وأسامة بحر، والعرضية تبقى الكرة داخل منطقة الجزاء وفرج كوبا، وتدخل من محمد الغنودي. ماذا يشير الحكم؟ ماذا يشير الحكم؟ ماذا يشير الحكم في هذه الكرة؟ هل هي ركلة جزاء أم ماذا؟ ما هو قرار الحكم؟ حكم يشير إلى ركلة جزاء لفريق أبو سليم. محمد الغنودي أعتقد هو من سينفذ هذه لقطة الإعادة من فرج كوبا والغنودي وفرج كوبا، وركلة جزاء يعلن عنها الحكم. نصيب الأواري لمصلحة أبو سليم. الغنودي، الغنودي أمام الكرة، الغنودي وصافرة الهواري، محمد الغنودي، الغنودي ويسجل الهدف الأول لفريق أبو سليم، يقلص الفارق محمد الغنودي في الدقيقة 28 من زمن هذا الشوط الثاني، يقلص الفارق من علامة الجزاء لمحمد الغنودي. لقطة الإعادة والكرة في الشباك، الهدف الأول لفريق أبو سليم في المباراة
والهدف الأول للغنودي مع بوسليم هذا الموسم. فرج كوبا جميلة التمريرة في راس الليك داخل المنطقة والعرضية كادت أن تخادع الحارس، كادت أن تغالط الحارس معاذ المنصوري فريق بوسليم. هذه لقطة الإعادة وكادت أن تخادع الحارس معاذ المنصوري بوسليم. الدخول داخل منطقة الجزاء والعرضية تبقى الكرة خطيرة وكيندي يبعد الكرة في مرة أولى. كوبا يحاول أن يمر، مقطوعة الكرة لفريق بوسليم، كرة أمامية من منطقة المعتصم بوشناف يتقدم يدخل منطقة الجزاء يسدد علي شنينة. الملعب تبقى الكرة خارج أرضية الملعب الآن بعد تدخل معاذ الصغير، والصافرة تأتي. إذن السويحلي يفوز على بوسليم بهدفين مقابل هدف. محمد المنقوش في الشوط الأول وفراش الليك في الشوط الثاني لفريق السويحلي.